الآن نعود إلى ما سألت عنه. نعم. وهو أدلة من قال بإباحتها. طيب، أولا استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. قالوا لفظ المتعة، فما استمتعتم، استمتعتم إذا نكاح المتعة، فآتوهن أجورهن أجر المتعة. إذا أخذوا لفظ استمتعتم وأجورهن، فقالوا هذان اللفظان يدلان على نكاح المتعة، لأن في ذكر التمتع وفي ذكر الأجر. ولو كان الزواج ما يقول استمتعتم ولا يقول أجور، وإنما يقول مهر. فقالوا لفظ الاستمتاع مع لفظ الأجر هذا هو نكاح المتعة بوضوح. هذا يعني الذي استدلوا به. كذلك استدلوا بأحاديث عن أهل البيت في كتبهم عن علي يقول أنه قال: لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي. يعني لولا أن عمر حرم المتعة لما زنى إلا شقي. وفي رواية: ما زنى إلا شفي، يعني القليل، عدد قليل جدا. وهذا في الوسائل الجزء 21 صفحة 5. وروى عن الصادق أنه قال: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ولم يستحل متعتنا. وهذا في الوسائل أيضا في الجزء 21 صفحة 8. وروى عن محمد المسلم قال: قال لي أبو عبد الله لجعفر الصادق: لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة، أي المتعة. وهذا في الوسائل 21 صفحة 15. في كذلك قالوا: المتعة ثبتت عن النبي وإنما حرمها عمر. وهذه أريد أن أقف عندها قليلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أباحه وعمر هو الذي حرمه. وذكروا في هذا حديثا عن عمر متعتان كانت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرمهما أو أنا أنهى عنهما. وهذا غير ثابت عن عمر رضي الله عنه، بل عمر رضي الله عنه كما سيأتي إن شاء الله الرد على هذه الأدلة، يعني عمر نقل النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ذكرنا لك حديث سبرة طيب وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث علي، النبي هو الذي حرم المتعة وليس عمر رضي الله عنه. عمر لا يحلل ولا يحرم، عمر مبلغ، الرسول مبلغ صلى الله عليه وسلم. الذي يحل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى، والرسول هو المبلغ عن رب العزة تبارك وتعالى. فالقصد أن عمر ما حرمها وإنما حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. عمر إنما بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ذكر هذا. إذن قالوا إن النبي ثبتت عنه المتعة وعمر هو الذي حرمها. قالوا آية المؤمنين أو آية المؤمنون وآية المعارج: والذين هم لفروجهم حافظون، أو الذين هم على فروجهم حافظون إلا على أزواجهم، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير من، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قالوا هذه آية مكية. قلنا صح. قال المؤمنون مكية، قلنا نعم. قالوا المعارج مكية، قلنا نعم. قال لكن آية النساء: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. قالوا هذه مدنية، سورة النساء، قلنا نعم. قالوا كيف تنسخ المكية المدنية؟ الأصل أن المتأخر هو الذي ينسخ المتقدم، وسورة المؤمنون والمعارج مكية وسورة النساء مدنية، فكيف المكية تنسخ من؟ طبعا هذا دليلهم، سيأتي الرد عليه إن شاء الله تعالى. وكذلك قالوا أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا متعة، تمتعوا. يعني هذا تقريبا جملة أدلتهم، ونحن من باب الإنصاف حقيقة ذكرنا هذا الأمر. وإذا كانت عندهم أدلة أخرى مستعدة